بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على البريشر سبورت فنتيليشن. لما نيجي نتكلم على اي مود من المودز لازم we have to discuss عندنا في الكنترول فاريبلز والفيز فاريبلز والكونديشن فاريبلز والويف فورمز والابنية كباك اب، لان احنا عندنا لازم تبقى عارف ان المود هو بيتكون من الحاجات دي، هيتكون من الكنترول فاريبلز ومن الفيز فاريبلز ومن condition variables ومن الابنية والويف فورم. لو احنا كنا بصينا للبريشر سبورت فنتليشن هتلاقي في قاعدة، ما تيجي تبص عند البريشر سبورت فنتليشن ده مود، ايه الكنترول بقى الكنترول فاريبلز موجودة فيه؟ هل انا بحط الفلو؟ لا ما بحطش فلو. هل بحط تايدال فوليوم؟ لا ما بحطش تايدال فوليوم. هل بحط له انسبيراتوري تايم؟ لا ما بحطلوش انسبيراتوري تايم، لكن الانسبيراتوري تايم ده بيتحط بطريقه معينه، ان انا بحط السايكل اوف بتاعتي عند بيرسنت من البيك فلو فتديني الانسبيراتوري تايم، وبالتالي الانسبيراتوري تايم هيبقى متغير اكوردنج تو دي تشينج ان ذا فلو. هل انا بحط بريشر؟ البريشر اللي انا بحطه ده هو سقف بريشر ما بيطلعش عنه، يبقى اذا في الكنترول فاريبلز بحط بريشر، او هو هيبقى في البريشر في الحاله دي هو الليميت عندي هنا في الفيز فاريبلز، وبالتالي بحط الاف اي 2. بحط الاف اي 2، بحط الريسبيرت ريت؟ لا ده الريسبيرت ريت بتاعت العيان، وبالتالي لما تيجي تبص في الكنترول فاريبلز ما حطيتش حاجه خالص على الاف اي 2، وحطيت البريشر اللي فوق اللي هو جزء من الفيز فاريبل. تيجي في الفيز فاريبلز، الفيز فاريبل هو العيان بيعمل تريجر، لازم اعمل تريجر، ففي الحاله دهيت لان ده سبونتينيوس مود اوف فنتليشنز، مجرد يعمل تريجر يبقى هيعمل لي التريجر بتاعتي، بقى بنحط الفاليو اوف ذا تريجر بريشر او فلو، فبنحط البريشر التريجر بتاع مثلا 3 لتر بير مان. وبعدين بعد ما بيعمل تريجر الجهاز بيفتح، بدي له اوردر بقى، بقول له اطلع بسرعه قد كده، ده بنسميه الرايزنج تايم. بسرعه قد كده يعني معناها ايه؟ اطلع بفلو قد كده، الفلو ده شود ماتش الدرايه بتاعت العيان. العيان بيسحب ب 40، بدي له ب 40، ب 40 لتر بير مان. العيان بيسحب ب 60، بدي له ب 60. يبقى اذا انا هحط الرايزنج تايم بتاعي، الرايزنج تايم ده بمعناه الفلو اللي انا هحطه، وبعدين بعد كده هيطلع لغايه انه بريشر، ده سقف البريشر اللي انا حاطه. العين مش هيطلع فوق هذا البريشر ولا هيقل عن هذا البريشر، مجرد ان نعمل تريجر هيطلع بهذه السرعه لغايه هذا البريشر. اذا معنى ذلك ان هيطلع لغايه البريشر ده. طب ما هيطلع للبريشر ده وقت هيقعد مده قد ايه؟ تنتهي السايكل. احنا في سايكل ممكن تنتهي بتايم، تنتهي بفوليوم، تنتهي بفلو. هنا هيبقى بفلو، الفلو ده بيرسنت من ذا بيك فلو، وبالتالي يبقى انا هحط بتاع هحط انا القيمه بتاعت الفلو ده و بسميها سايكل اوف او الاكسبيراتوري سنسيتيفيتي. بعدين احط انسبيراتوري بوز؟ لا ده سبونتينيوس ما فيهوش انسبيراتوري بوز. وبعدين احط بيب؟ ممكن احط بيب وما احطش بيب. عندنا بالنسبه للساي ما بتحطش ساي الا في الفوليوم كنترول. الابنيه لازم احط الباك اب، وبعدين الويف فورم بتاعتي دي انا غصب عني هيبقى ديسيلريتنج، وهنشوفها مع بعض. ادي مثلا البريشر سبورت في العيان. اما تيجي تبص في البريشر سبورت، البريشر سبورت مكتوب لك هنا بريشر سبورت سباب، لان انت بتنقل من البريشر سبورت على السباب، لكن احنا بنتكلم على بريشر سبورت. لما تيجي تبص في الداتا اللي موجوده عندي هتلاقي، بص ايه، انا حاطط لك هنا اهوت البريشر سبورت الفاليو بتاعته اباف ذا بيب، يعني حاطط لك السقف البريشر اللي فوق الليميت بتاعتك، وبعدين حاطط لك البيب، وبعدين حاطط الرايزنج هتطلع بسرعه قد كده لغايه ضغط قد كده، وهتنتهي السايكل ببرسنتا اوف ذا بيك انسبيراتوري فلو، والتريجر بتاعتك ايه؟ يبقى انا عملت تريجر وهطلع بسرعه قد كده وهوصل لبريشر قد كده، وبعدين هنهي السايكل ببرسنت اوف ذا بيك فلو وانزل على بيب، وادي الكونسنتريشن بتاعت الاكسجين. مفيش داتا خالص، لا في تايدال فوليوم ولا في ريسبيراتوري ريت ولا الحاجات كلها. يبقى انا يبقى اذا البريشر سبورت وهذا. هنا بيبقى الباك اب لو العيان دخل في ابنيه لمده قد كده 20 ثانيه يبدا يرجع على الكنترول مانداتوري فنتليشن اللي انا حاططها. نتفرج على الويفز. هتيجي تبص ادي العيان عمل تريجرنج، ده البريشر تايم كيرف. العيان عمل تريجر، مجرد ان عمل تريجر بدا يطلع الجهاز بالسرعه اللي انت حاططها له، قلت له بسرعه قد كده والله بسرعه 0.1 سكند للبريشر ده او بفلو قد كده لغايه البريشر ده، وبالتالي طلع بهذه السرعه. لما تبص احنا حاطين هنا سرعه، لما تبص في دي حاطين السرعه اقل، فطلع الفلو بتاعتي بقى اقل عشان يوصل لنفس البريشر. انا ما غيرت في البريشر بتاعي هنا 20 سنتيمتر ووتر اباف ذا بيب، فهطلع لغايه الليفل بتاعي. اذا انا العين يعمل تريجر
بالرايزنج تايم هطلع بالسرعة بتاعت الرايزنج تايم، يعني معناها هطلع بفلو معين، يعني معناها انا عاوز الفلو ده يماتش الفلو بتاعت العين. العين بيسحب ب 40 اديله ب 40، بيسحب ب 60 بديله 60، فانا بغير في الايه الرايزنج تايم ده. كل ما كان الرايزنج تايم قليل كل ما كانت السرعة بتاعتي اعلى، كل ما كان الرايزنج تايم اكبر كل ما كانت السرعة بتاعتي اقل. هتوصل للبريشر اللي انا حاطه، سقف البريشر لو 20 لتر 20 سنتيمتر روتر اباف البيب بتاعي، وبالتالي هتلاقيه اباف البيب اللي هو 5، يبقى هيتنوع. طب هينتهي امتى بقى؟ ينتهي عند السايكل اوف. السايكل اوف انا قلت له تطلع تنتهي السايكل هنا عند 30 او 35% من البيك فلو. يبقى اذا هنا ده السايكل اوف، يعني هتنتهي الانسبيريشن، هيروح قافل الانسبيراتور فالف ويفتح الاكسبيراتور فالف ويبدا يحصل فيه اكزهاليشن، توصل للبيب. انا هوصل لغايه البيب اللي انا حاطه. اذا انا لما اجي هنا ابص للدرايفنج بريشر بتاعتي ده، هنا انا البريشر تايم كيرف ده هستفيد منه ان انا عندي في البريشر ده الفرق بين البريشر ده والبيب اللي بنسميه درايفنج بريشر. انا قال لك انا احط 20 فوق البيب، يبقى ده 20. This is the driving pressure which is responsible for the delivery of the tidal volume. لكن العين ده بياخد نفسه، يعني ممكن يعمل ناقص 3 ناقص 5 ناقص 10، وبالتالي هيبقى موجود في التايدال فوليوم بتاعتي هيبقى في تو درايفنج بريشر، في درايفنج بريشر بتاعت الجهاز اللي هي دهيت، وفي درايفنج بريشر بتاعت العيان هنشوفها بعد كده. الاثنين مع بعض هم بيدوني التايدال فوليوم، وبالتالي يبقى التايدال فوليوم هيبقى ديفاين هيبقى ديتيرمند بالدرايفنج بريشر بتاعت الجهاز والدرايفنج بريشر بتاعت العيان ان اديشن تو ذا ريزيستنس والكومبلاينس بتاعت الايه بتاعت العيان. فده بالنسبه للبريشر. وبالتالي انا لما باجي احط العيان بحطه وانا عاوز اشوف العيان ده، مثلا احطه على بريشر سبورت، بتحط القيمه اللي انت بتحطها، حطيته على 20 حطيته على 15، هي امبيريكال. لكن انت بتبقى متوقع ان العين ياخد قد ايه تايدال الفوليوم، تقول لي والله بياخد تايدال الفوليوم قد كده، انا عاوز ياخد تايدال الفوليوم قد كده مع الريد ده عشان يديني من الفوليوم عشان يعمل ادجستمنت، اعمل ادجستمنت للكربون دايوكسيد بتاعتي. وبالتالي يبقى الالفيولر من الفوليوم انا بحاول احددها، بحددها بس بطريقه اندايركتلي، فببدا اطلع وانزل بالبريشر سبورت اللي انا حاطه عشان يديني تايدال الفوليوم بتاعه. يبقى اذا معنى ذلك ان البريشر سبورت ده انا بلعب فيه، بطلع وبنزل علشان يحدد لي التايدال فوليوم اللي يخلي العين مستريح والعين ياخد المينت فوليوم اللي يعمل لي ادجستمنت للكربون دايوكسيد بتاعتي. اذا ده النقطه ده. هنا الدرايف الرايزنج تايم ده انا بغير فيه على اساس ان يحصل فيه جود ماتشنج مع العيان، ويبقى العيان هو بياخد البتاع يبقى مستريح. نخش بعد كده على الفلو تايم كيرف. الفلو تايم كيرف عمل العيان بيعمل عمل تريجرنج، يبدا الجهاز يطلع ويبدا يديله الفلو. الفلو هنا اكوردنج تو ذا درايفنج اللي انا حطيته الرايزنج تايم بتاعتي، فالرايزنج تايم هنا الفلو بتاعي كان عالي قوي، هنا الفلو بتاعي كان سلو شويه، كان اقل لان كان الرايزنج تايم بتاعتي كان قليله، وبالتالي خد وقت عبال ما طلع للبيك بريشر. دي نمرة واحد. نمرة اتنين الفلو بتاع ديسيلريتنج، لان انا اللي فيكسد عندي البريشر، فبيبقى في الفيكسد بريشر هيخش فلو ويبدا الفلو يقل لان في اللانج بدات تتملى. وبالتالي طب ده هينزل لزيرو؟ لا ما بينزلش لزيرو، الفلو بينزل لغايه انا حاطط هنا مثلا 30 السايكل اوف بتاعتي او الاكسبيراتور سنسيتيفيتي، حتى مثلا سي 30، يبقى 30% من البيك فلو، اما يوصل 30% او 20% من البيك فلو زي ما انا حاططها. وبالتالي انا لما باجي احط بقى 20 30 على ضوها دي برضه هنغير فيها علشان اعمل ماتشنج، لان انا بقول لك ده بتديني التايم بتاع مين؟ بتاعت العيان ولا بتاعت الجهاز؟ لا بتاعت الجهاز، لان ده انا اللي بحدد التايم ان الاسباتيو تايم بتاعت الفنتليتور. طب عشان يبقى ماتشنج ببدا اظبط، علشان اظبط دي بطريقه هنقولها فيما بعد ازاي اعمل ادجستمنت، فانا بغير في الاكسبيراتوري سنسيتيفيتي. لو كانت دي 20 لو هنا يبقى هنبقى مثلا 30 هتبقى هنا، هتبقى 10 هتبقى هنا. اذا انا هبدا اغير في الاكسبيراتوري سنسيتيفيتي عشان اغير في الانسبيراتوري فنتليتور تايم، لكن عشان تو ماتش دي انسبيراتوري نيورال انسبيراتوري تايم بتاعت العيان. وبالتالي دي انا بغير فيها، هتغير لي في الانسبيراتوري تايم بتاعت الجهاز عشان تو ماتش الانسبيراتوري تايم بتاعت العيان، وفي نفس الوقت هتغير في التايدال فوليوم. ده الايه الفلو تايم كيرف. تيجي بعد كده ده الاكسبيراتوري فلو، والاكسبيراتوري فلو ده البيك اكسبيراتوري فلو. البيك ده فلو ده بيبدا لانه بيبدا البلاتو بريشر بتاعه من ده، وبعدين يبدا الريزيستنس اكوردنج تو ذا ريزيستنس كومبلاينس او اكوردنج تو ذا ريزيستنس اوف ذا بيشنت تبدا
تديني الفلو. لما يكون الريزيستنس عاليه مع البريشر ده، يبقى معنى ذلك ان الفلو هيبقى قليل. لما يكون الريزيستنس قليله مع نفس البريشر ده، يبقى معنى ذلك ان الفلو هيبقى كبير. وبالتالي كل ما كان في ريزيستنس، كل ما كان الفلو الاكسبيرتوري فلو بتاعتي بيقل، وبعدين بينزل. النزله دي كويسه، يبقى معنى ذلك. لكن لو في عندنا في العيان في عنده ويزس، هتلاقيه الكيرف بتاعها هيبقى مختلف، وبينزل للبيز لاين. زي ما طلع من البيز لاين يبدا يرجع للبيز لاين. ده الايه؟ الفلو تايم كيرف. هنيجي بالنسبه للتايدل فوليوم. يبقى التايدل فوليوم مع الفوليوم تايم كيرف، ادي ده الانسبيراتوري، وبعدين انتهى هنا. هذا كل ده هي دي كده لغايه دي كده تبدا الاكسبيراتوري، ادي الانسبيراتوري تايدل فوليوم. الانسبيراتوري تايدل فوليوم عندنا ده فوليوم اهوت، وصل لغايه هنا ده الفوليوم، وده الانسبيراتوري تايم. الفوليوم اللي بيحدده زي ما قلنا الدرايفنج بريشر دي، والدرايفنج بريشر بتاعت العيان، والريزيستنس والكومبلاينس، والانسبيراتوري تايم، كل دول بيحددوا التايدل فوليوم، الفاليو بتاعت الانسبيراتوري تايدل فوليوم. وبالتالي يبقى التايم ده هيبقى فاريبل اكوردنج تو الريزيستنس، اكوردنج تو السايكل اوف اللي انا حاططها، الاكسبيرتوري سنسيتيفيتي، واكوردنج تو ذا فلو، مش كده؟ وبعدين في نفس الوقت ده الفوليوم ده هيبقى ده بالنسبه للتايم. لكن لما اجي اتكلم على الاكسبيراتوري تايم، الاكسبيراتوري تايم هيبدا الاكسبيراتوري تايم من هنا لهنا. اللي بيحدد الاكسبيراتوري تايم هي الاكسبيراتوري تايم كونستنس، اللي هي الريزيستنس والكومبلاينس. يبقى اذا انا عندي هنا التايدل فوليوم بتاعت العين هيبقى فاريبل اكوردنج تو، انا في عندي حاجات ثابته، لكن هو الفاريبل بتاعتي والله لو حصل تغيير عندي في ريزيستنس كومبلاينس، او حصل تغيير في الدرايف بتاعت العين بيسحب بناقص 3 ناقص 5، وبالتالي هيحصل في some sort of change of the tidal volume بتاع العين. حكايه البريشر سبورت والدرايفنج بريشر، لما تيجي تبص لو عندي البريشر سبورت بتاعتي عندي 20 والعيان عندي بيعمل في درايف، يبقى اذا التايدل فوليوم بتاعي هيبقى هذا الرقم. يبقى اذا التايدل فوليوم ده محصله الدرايفنج بريشر which is exerted by the machine والدرايفنج بريشر exerted by the patient، الاثنين مع بعض بيدخلوا لي according to the compliance or resistance، يقوم يدخل لي تايدل فوليوم. لو انا قللت الدرايفنج بريشر بتاعتي بالبريشر سبورت الفاليو رحت مقلله، اما قللت والتايدل فوليوم زي ما هو، معنى ذلك ان العيان بيزود الدرايف بتاعته، بحيث محصله الدرايفنج بريشر زائد الدرايفنج بريشر ده هم الاثنين بيبقوا ثابتين عشان يديني نفس التايدل فوليوم. والله رحت مقلل من 20 ل 10 لقيت نفس التايدل فوليوم، معنى ذلك ان الدرايفنج بريشر بتاعت الماشين اللي قلت فيز ده بينكريز ان ذا درايفنج بريشر اوف ذا بيشنت، بحيث الاثنين مجموع الدرايفنج بريشر الاثنين مع بعض ثابت، بحيث يديني نفس التايدل فوليوم. وده اللي بيخلي بيشجعنا ان احنا نخش على البشر من البشر سبورت، نخش على السباب. السباب ما فيش درايفنج بريشر تو ذا ماشين، ولو لقيت العيان بياخد نفس التايدل فوليوم مع نفس الريت، معنى ذلك ان العيان بيعمل لي تايدل فوليوم، بيعمل درايفنج بريشر سفيشنت ان هو ياخد التايدل فوليوم ده، وفي الحاله دي اقدر افصل العيان. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن البريشر سبورت فنتيليشن. لما تبص في البريشر سبورت فنتيليشن الداتا بتاعتك، انت بتحط سقف البريشر، هتحط بريشر، وهنا في الجهاز ده بيقول لك والله ده بتاع ماكي، هيقول لك حط البريشر سبورت بتاعتك القيمه بتاعته فوق البيب. يبقى معنى ذلك انا دي الدرايفنج بريشر، يبقى الدرايفنج بريشر بتاعت الجهاز هي ال 22 سنتيمتر روتر. يبقى انت لما تيجي تبص على البريشر سبورت على الكيرف، هتلاقي البريشر البيك بريشر بتاعتك ده عباره عن 27. يبقى انا بحط الحاجه الاولانيه، بحط الدرايفنج بريشر بتاعت الجهاز البريشر اللي فوق، وبعدين بطلع للبريشر ده بسرعه قد ايه، هتختلف، ودي بتفرق معايا في الدرايف بتاعت العيان. انا هطلع بسرعه قد ايه، السرعه دي هتفرق. والله انا طالع بسرعه 0.5 سكند، يعني معناها هتطلع بسرعه قد ايه لتر بير مينت، ودي بتديني في الدرايف. كل ما بطلع بدل لو عملت 0.2 سكند يبقى الوقت طويل، يبقى الفلو بتاعي هيبقى اقل. لو عملتها 0.1 سكند يعني معناها الفلو بتاعي يبقى هطلع بسرعه كبيره، ده يعني معناها الفلو بتاعي بيبقى عالي، ودي هتمشي مع الدرايفنج بتاعت العين، هيبقى اتكلم بعد كده فيها. يبقى انا حطيت الاول البريشر سبورت بتاعي، وبعدين بعد كده رايزنج والبيب، بعد كده تريجرنج. التريجر احنا بنحطه في التريجر حدود 3 خلاص، وبعدين بعد كده في السايكل اوف. هو النهارده ده انت ما حطيتش حاجه للعيان، طب العيان ده هينهي السايكل ازاي؟ هو بينهي السايكل
30% من قيمه الفلو، البيك فلو اللي اتعمل. طب البيك فلو انا هعرفه ازاي؟ هنا مش محطوط البيك فلو، انا هشوفه على الجهاز، لكن هنا انا حطيت البريشر، بس البريشر ده بيساوي ده البيك بريشر اللي هيساوي البريشر ريزيستنس زائد البريشر ريزيستنس، يعني معناها ما يبقى الريزيستنس بتاعتي عاليه او الكومبلاينس بتاعت العين بتاعها وحشه، يبقى معنى ذلك ان الفلو بتاعها هيبقى قليل، وبالتالي هتبقى الوقت بتاع النسبات التايم تبقى قليل. لكن لو انا الريزيستنس بتاعتي قليله والكومبلاينس بتاعتي حلوه، يبقى معنى ذلك ان الفلو بتاعي بيبقى كبير عشان يوصل نفس البريشر، وبالتالي هتبقى السايكل بتاعتي التايم بتاع السايكل بتاعتي عشان يقفل 30% بتاعتها هتبقى طويله، وبالتالي هاخد انا السايكل اوف دي موجوده عندي هبدا العب فيها لانها لها موضوع عندي، لان ممكن انا بعد كده السايكل اوف دي هشتغل فيها حاجات كتيره قوي، وبالتالي انا مش هتكلم عليها لان دي لها حاجه لوحدها. ده الباك بريشر بتاعتنا لو العين دخل في ابني هحطه على البريشر كنترول فنتيليشن. نبدا نتفرج بتاعنا على المين سكرين بتاعنا. ادي هتشوف هنا العينه بتعمل تريجر، والتريجر بتاعها ده البريشر. لما تلاقي البريشر ده هتلاقيه برضه عند 27 زي ما قلنا، وبعدين بينزل احنا هنا دي الرايزنج بتاعتي، انا طلعت بالسرعه 3.5 كده، انا ممكن اغير فيها وبالتالي طب انا التايدل فوليوم بتاع العين ايه؟ انا ما حطيتش تايدل فوليوم، لان التايدل فوليوم بيتحدد بالدرايفنج بريشر بتاعت الجهاز اللي هي ال 22، لان انا كنت حاطط 22.5 يبقى 27، يبقى الدرايفنج بريشر بتاعت الجهاز. والعيان كمان بيسحب، يعني العيان ممكن يسحب مره في دي بنقص 3 ناقص 5، ففي درايفنج بريشر بتاعت العيان وفي درايفنج بريشر بتاعت الجهاز، الاثنين مع بعض جزء من القضيه بيحددوا لي التايدل فوليوم. في نفس الوقت الريزيستنس والكومبلانس بتاعت العيان، يبقى اذا التايدل فوليوم اللي طالع ده النسبات التايدل فوليوم ده هيتحدد بالدرايفنج بريشر بتاعت الجهاز، درايفنج بريشر بتاعت العيان، وبالاضافه الى ذلك الريزيستنس والكومبلانس بتاعت العيان، لان دي الاثنين دول برضه هيحطوا. وفي نفس الوقت تقول لي كمان التايم سايكل، السايكل ده بتاع الجهاز، لان هو اندايركت مش بتاع العيان. ليه؟ لان انا عندي فيه البيك فلو وانا بقول له بتنهي عند فلو معين، الفلو المعين ده عند 30%، وبالتالي هنا يبقى بيطلع فوق ودي سيليريتنج، وبعدين ينزل عند ده 30% او 35% من البيك فلو. فانا ممكن اشوف البيك فلو بتاعه اهوت، اقيسه اشوف اعرف البيك فلو بتاعت العين قد ايه، وبالتالي 35% بتاعته. الاكسبايراتري بتبدا عندنا فيه الاكسبايراتري فلو بتاعت العيان، اهيت هتبقى ده الفلو بتاعت العين الاكسبايراتري، ويخش بعد كده على الاكسبايراتري تايم. يبقى ده الاكسبايراتري تايم، ده الانسبايراتري تايم، وده التايدل فوليوم بتاعتي اهوت برضو نفس الحكايه، ده الانسبايراتري تايدل فوليوم وده الاكسبايراتري تايدل فوليوم. انا بشوفها على اللوبس بنفس الحكايه، الفوليوم بريشر اللوب، ادي ده البريشر اللي انا طالع عنده دهوت، بقف عند البريشر ده هو اللي 27، وبالتالي بشوف التايدل فوليوم ده الانسبايراتري وده الاكسبايراتري تايدل فوليوم، ده البيب اللي انا حاطه اللي هو الخمسه. لما تيجي تبص انا برضو في الفلو فوليوم، ادي الفلو ده نسبات الفلو ديسيليريتنج وما بيوصلش للزيرو، طب انا بيوصل عندي ل 35% من البيك او 30% من البيك، وبعدين يبدا يرجع. انا في حبه ديك بسيط، لا تقريبا نفس الحكايه، ما فيش ليك، يبقى العينه تايت وبالتالي ما فيش، يبقى الانسبيرتي تايدل فوليوم وده الاكسبيرتي تايدل فوليوم. اذا تو كونكلود ان انا عندي في البريشر سبورت انا بحط حاجه واحده بس، انا بحط البريشر اللي فوق وبعمل السايكل اوف بتاعتي عند البرسنت من الـ من الـ من الفلو سايكل، التايم بتاعي بيتغير، هيبقى الانسبيرتي تايم متغير اكوردنج تو ذا فلو، والفلو اللي انا عامله، وفي نفس الوقت التايدل فوليوم متغير اكوردنج تو ذا درايف اوف ذا بيشنت، اللي بيسحب ممكن يسحب مره بناقص 3 ناقص 5 ناقص 10 اكوردنج تو دي. طب الريت بتاعت العيان، هو الريت بتاع العيان كل ما يعمل تريجر كل ما بياخد من الجهاز، وبالتالي هتلاقي الريت بتاع العيان متغير مع الجهاز. ده ان كونكلوجن بالنسبه للبريشر سبورت فنتيليشن. شكرا. الاخبار بتاعت